نون، قولي اللي تبينا من غير لف ودوران. علاقتي بفلوة مضايقتك في شيء؟ علاقة فيها كثير من الألم والخطأ. وانتش عليكي بألامي؟ أنا مبسوط فيها ومرتاح. فلوة ما هي مناسبة لك. أنا مدري ليش الجن والإنس يصرون على أنهم يتدخلون في حياتي ويحددوا لي وش هو الزين وش ما هو زين. أنا أحب فلوة. أنتم ما تفهمون وش معنى الحب. حبك هذا أنتج ثمرته وخلصنا. إيش تقصدين؟ مو مهم، مو مهم. أنت جايبتني لهنا عشان تقولي لي كلام مو مفهوم؟ رجعيني لو سمحتي. جمعان، ما بيأذيك. أنا ما عاد تهمني هذه التهديدات وكلامك هذا ما يخوفني. اسمعي، إذا تقدرين تسوين شيء سويه. نون، وين رحتي يا نون؟ وين رحتي وتركتيني لحالي هنا؟ نون، طلعيني يا نون! نون! أنتِ؟ أنا كنت عارفة إن أنتِ. حبيتيه يا نون؟ حبيتي جمعان؟ خلاص يا بنات الجن؟ يوم حبيته أنا صرتوا كلكم تبونه؟ ولبست لي هالثوب الآدمي وجاية عشانه وتنتظرينه في بيتي؟ إيش هالوقاح اللي عندك؟ إيش هالجرأة؟ جمعان ما هو بملك لك ولا لغيرك. نون، جنية وتعرفين وش يعني الغيرة عند الجنية، وتعرفين وش يعني الانتقام عند الجنية. ابعدي عن جمعان، الموعد قرب، فلا تحاولين توقفين بينه وبين جمعان، تفهمين؟ نون.